مخفوق الشمام مع العسل، أربع أكواب من الشمام مقطع ومقشر، نصف كوب من اللبن الزبادي، وربع كوب من العسل. رح ناخذ الشمام. الشمام عندي هون مقطع مكعبات. أول شيء خلينا نضيف اللبن أحسن. صح. هاي لبن زبادي، ممكن نستخدم اللبن العادي أو ممكن نستخدم الحليب اللي بدكم إياه والمتوفر عندكم إن شاء الله. رح نضيف الآن طبعا هذا الضوء بخلاط سونا بيعطيك انه في باور وجاهز للانطلاق. جاهز الشغل للعمل. يا عيني. راح نضيف شوي من هالعسل اللي زي مشاهدينا. اها هذه يوميه يعني. والله شوف شيف نضال بقول لكم كل يوم انتم عسل. والله عسل. والله عسل. مشاهدينا محترمين. اكابر. والله احلى تحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاط قوي من سونا وجبار وما شاء الله، يعني بخلط حط له اي شيء بفرمه. يا سلام.